لماذا يجب أن نحقق؟ لماذا خلقنا الله؟ وسألنا وما سألنا، الأمر سيان. أكثر الناس ما يدرون، ربما حتى كثير من الأفاضل ما يدرون شنو هدف الله الحقيقي من الخلقة. ليش الله خلقنا؟ ما هو الهدف الحقيقي من الخلقة؟ حسب تتبعي 4 أهداف ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، 3 منها في القرآن الكريم والرابع في الروايات. هاي أهداف الخلقة. لماذا يجب أن نسأل لماذا خلقنا الله؟ شنو العلة الغائية من وجودنا؟ الإجابة على ذلك، أولا لأن الذي لا يعرف الهدف من الخلق يخفق في الحياة ويفشل في الحياة وبعد الممات ويكون من الضائعين. الفرق بين الضائع في الصحراء والذي يعرف عند خريطة تدله على المقصود، هو هذا الضائع في الصحراء ما يعرف أين المقصد، أين المسير وأين المسار وأين المقصد. الضائع يضيع فيفشل ويخسر حياته ويخسر قيمته وقيمه أيضا. الإنسان الذي يعرف الهدف من الشيء فإنه ينجح عادة. واللطيف أنه كان هناك تحقيق علمي قبل فترة في إحدى البلاد، راحوا على مجموعة من الطلاب في المتوسطة، يمكن 50 واحد كانوا أقل أكثر، سألوهم ما هي أهدافكم في الحياة؟ فواحد قال أنا أريد أصير طبيب، الثاني قال مهندس، الثالث قال بروفيسور وأستاذ جامعة، الرابع كذا كذا في إحدى البلاد الغربية. سجلوا، بعد 20 سنة رجعوا إلى هؤلاء، الملفات كلها موجودة عندهم تحقيق علمي، فوجدوا أن الذين كانوا قد حددوا أهدافهم وهم في المتوسطة كلهم وصلوا إلى أهدافهم. اللي كان يريد من ذاك عنده وضوح في الرؤية، شنو هدفه، شنو هي الغاية من وجوده في المدرسة، مثل الغاية من وجودنا في هذه الأرض وهذا الكون. اللي كان عنده وضوح في الرؤية وصل، صار طبيب أو مهندس أو بروفيسور أو ما أشبه ذلك. والفاشلون منو كانوا؟ أولئك الذين قالوا ما ندري، نفكر بعدين نشوف الوضع شنو، لا صار تاجر ولا صار مهندس ولا غير ذلك. إذا احنا عرفنا الهدف شنو، الله لماذا خلقنا في هذه الحياة، راح نكون من الناجحين في الدنيا وفي الآخر، وإلا سنفشل في هذه الدار وفي تلك الدار أيضا. ومن الأمثلة على ذلك والدة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما. والدة الشيخ الأنصاري كان عنده هدف واضح أن يكون الشيخ مرتضى الأنصاري المرجع الأعلى للشيعة والزاهد الورع المتقي من الطراز الرفيع، وهكذا صار. أم يمكن حامل أو عندها رضيع لا تهدف هذا الهدف، طفل يطلع إنسان عادي. فعندما أنبأت الوالدة بأن ابنك الشيخ مرتضى أصبح المرجع الأعلى للشيعة وكذا له من الدرجات في الزهد والورع والتقوى، فقالت هذا مو شيء، يعني كلش طبيعي، لأن أنا عندما كنت حاملة به لم أقضي ساعة إلا وأنا متوضع، عند هدف واضح أن يكون هذا الجنين ثم الرضيع وليا من أولياء الله والمرجع الأعلى للشيعة. وهكذا كان، لم أكن إلا متوضئ ولم أنم إلا على وضوء، وكنت ذاكرة لله سبحانه وتعالى ودوما، وغرست هذا الهدف في ذاتي. مو شيء غريب، يعني الذي يحدد الهدف، الذي يكتشف الهدف، الذي يعرف الهدف والغاية من الشيء يصل إلى الهدف وإلى الغاية وينجح، واللي ما يعرف يضيع. الوالد رحمة الله تعالى عليه كان مخلي هدف لنفسه أن يؤلف من أهدافه 1000 كتاب، وصل إلى هذا الهدف. أنا ما أحدد لنفسي هدف 10 كتب، ما أكتب. شو هذا؟ صاحب الجواهر رضوان الله عليه حدد لنفسه هدفا أن يكتب أعظم موسوعة فقهية في التاريخ حتى ذلك الزمن، وحقق هذا الهدف. أما شخص آخر عادي أو عظيم ما يحدد هذا الهدف فلا يصل. إذن لماذا يجب علينا أن نسأل أنفسنا أنه لماذا نحن هنا؟ لأنه إذا عرفنا الهدف من الخلق راح ننجح، راح نصل إلى ذلك الهدف، وإلا سنخفق ونفشل في مسيرة الحياة. هذا أولا لسعادتنا، لنجاحنا. ثانيا لأداء الحق.
الإنسان الذي يعرف الهدف يستطيع أن يتحمل المسؤولية وأن يقوم بها. الذي يعرف الهدف يستطيع أن يؤدي الواجب الملقى على عاتقه. الذي يعرف الهدف يستطيع أن يشكر النعمة. الذي يعرف الهدف يستطيع أن يؤدي ما أريد منه عكس من لا يعرف الهدف. ومثاله الواضح، إذا أنتم استخدمتم معلم، هذا المعلم يدري بأنه أنتم تريدون منه أن تربون أطفال فقهيا، تعلمونهم الفقه، هدف واضح. لكن إذا المعلم إجا إلى المدرسة ما يدري شنو الهدف، هو يدرس شنو، فلسفة أو فيزياء أو طب، يدرس من اللي عمرهم 10 سنوات للي عمرهم 50 سنة، هذا طبعا راح ما يستطيع أن يؤدي الواجب الملقى على عاتقه. معرفتك الهدف شنو تؤدي إلى أن تستطيع على تحمل المسؤولية والقيام بالواجب. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الإنسان ما يدري الهدف، هاي الأمانة حملها بس ما يدري شنو هي.